اعتبرت دول مجموعة السبع أن موسكو هي العقبة الوحيدة أمام سلام عادل في بيان صدر مع مرور 1000 يوم على بدء الحرب في أوكرانيا. جاء في البيان الصادر عن إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع أن مجموعة السبع تؤكد التزامها بفرض تكلفة باهظة على روسيا من خلال العقوبات وضبط الصادرات وتدابير أخرى فعالة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة إذاعية إن كييف تبذل جهودا كبيرة لضمان انتهاء الحرب العام المقبل من خلال الدبلوماسية. واعترف زيلينسكي بصعوبة الوضع الميداني شرق البلاد كاشفا عن أن القوات الروسية تحرز تقدما على الأرض. قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بإبرام اتفاق سلام. Мы маємо інформацію про підготовку двох підрозділів числа. حذرت الأمم المتحدة من آثار كارثية قد تتسبب بها ضربات روسية جديدة على منشآت الطاقة الأوكرانية في ظل اقتراب الشتاء. قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة المعني بأوكرانيا إن إقدام موسكو على أي استهداف جديد لتلك المنشآت قد يصل بالحرب الدائرة إلى نقطة تحول أبرز ملامحها المزيد من الهجرة السكانية من تلك المناطق. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 12 مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية في الساعات الأولى من صباح اليوم. أكد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عدم تسجيل خسائر مادية أو بشرية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والجهات المعنية تعمل في مكان سقوط المسيرات. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قريتين في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وتقع الأولى إلى جنوب من فيليكا نوفوسيلكا والثانية إلى الغرب من بلدة سيليدوف التي سيطرت عليها روسيا الشهر الماضي. ينضم إلينا من موسكو مراسلنا فادي صالح. فادي، إذا تطلعنا على تفاصيل اعتراض المسيرات الأوكرانية وأيضا أي جديد على الجبهات الأخرى، وإذا كان هنالك أيضا بلدات جديدة تم السيطرة عليها. نعم لنا، وزارة الدفاع الروسية أكدت أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 12 مسيرة في مقاطعة بريانسك الروسية، وكما أكدت السلطات لم تقع هناك أي إصابات سواء مادية أو بشرية. إضافة إلى ذلك الأمر، تم إسقاط نحو 15 مسيرة في مقاطعة كورسك الروسية أيضا مع احتدام المعارك هناك، كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط صاروخ كان يتجه إلى هذه المقاطعة بالتحديد. أيضا أكدت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من دحر منتصفهم بالمتسللين إلى هذه المقاطعة بالتحديد، وأبلغت أن عدد خسائر القوات الأوكرانية في هذه المقاطعة زاد عن 100 شخص خلال الساعات 24 الماضية. بالحديث عن المسيرات، مجموع ما تم إسقاطه خلال الساعات 24 الماضية هو 34 مسيرة تم إسقاطها فوق مختلف المقاطعات الروسية، منها بريانسك وكورسك وكذلك مقاطعة بيلغراد. يذكر أن مقاطعة الحدودية ربما هي الأقرب إلى الحدود الأوكرانية وبالتحديد إلى مقاطعة خاركوف، وهي تتعرض بشكل شبه يومي للاستهدافات من قبل الجانب الأوكراني إما بالمسيرات أو حتى بالصواريخ. ولكن وزارة الدفاع تؤكد والسلطات المحلية أيضا تؤكد أن الدفاعات الجوية تتمكن من صد هذه المسيرات بشكل كامل. في الحديث على الصعيد الميداني، تمت استعادة السيطرة كما تقول موسكو، طبعا تسميها استعادة سيطرة أو تحرير، إنما هي السيطرة على بلدة لينينسكي في مقاطعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، لتضاف بذلك إلى قائمة البلدات التي تمت السيطرة عليها في الأيام الأخيرة الماضية، مثل بلدة فازنيسينسكايا التي تمت السيطرة عليها ليلة أمس أو يوم أمس، وكذلك رافنابول التي أيضا تمت السيطرة عليها خلال اليومين الماضيين. وتقول الدفاع الروسي أن قواتها تتمكن من التقدم في هذه المحاور المختلفة، أكثر من 156
منطقة تجري فيها العمليات العسكرية، وتقول الدفاع الروسية أن قواتها تتمكن من إعادة أو التركيز والسيطرة بما تصفه بالتموضع الاستراتيجي في هذه المحاور بالتحديد. أيضا قوات الغرب تمكنت خلال الساعات 24 الماضية من تحييد ما يزيد عن 400 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى تدمير عربة نقل مشاة وكذلك عربات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية أو تستخدمها القوات الأوكرانية، تم تقديمها كمساعدات من قبل الغرب. أيضا قوات دنيبر تمكنت من استهداف الألوية مثل اللواء 116، طبعا لواء ميكانيكي تم استهدافه من قبل القوات الروسية، وتمت تصفية ما يزيد عن 110 جنود أوكرانيين في هذا المحور بالتحديد. إضافة إلى ذلك الأمر تم تدمير عشرات الآليات العسكرية، منها مركبات ومنها أيضا مدافع أمريكية من طراز هاوزر M777 تم تدميرها في هذا المحور بالتحديد. طبعا الدفاع الروسية تؤكد أن قواتها تتمكن من التقدم في محاور القتال المختلفة وتعزز تموضعها وتعزز مواقعها في هذه المحاور. أما فيما يتعلق بالمسيرات فتؤكد موسكو أن هذه الاستهدافات أو محاولات الاستهداف من الجانب الأوكراني هي عمليات إرهابية، لأنها تحاول استهداف المدنيين داخل الأراضي الروسية. يجري كل ذلك وسط حديث طبعا في وسائل إعلام مختلفة عن سماع دوي انفجارات في مناطق داخل أوكرانيا، وعادة عندما تسمع هذه الأصوات وتعمل صافرات الإنذار فيلحق ذلك أو يلي ذلك إعلان من وزارة الدفاع أنها تمكنت من استهداف مواقع عسكرية في الداخل الأوكراني. وهذا ما أعلنته أيضا اليوم صباح اليوم وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من استهداف مطار عسكري، إضافة إلى مراكز عسكرية إما لصناعة وصيانة الآليات العسكرية أو لصناعة المسيرات في الداخل الأوكراني. شكرا لك فادي صالح على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من موسكو.